شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع السداسي العربي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالعاصمة السعودية الرياض. تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية والأمنية، وجهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وسبل صون السلم والأمن الإقليمي والدولي. حضر الاجتماع وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين.